صباح الخير واهلا وسهلا فيكم من جديد. وفقرتنا هلا مثل ما وعدناكم ان شاء الله راح تفيد الكثير من الاشخاص للوقايه او التخفيف من اثار تصبغات البشره اللي عاده بتزيد بنسب ملحوظه في فصل الربيع وفصل الصيف. على العموم كل التفاصيل بطريقه مشوقه راح تعرف عليها من خلال اخصائيه البشره. هلا نوري صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. ويعني موضوع كثير مهم، وهلا بتزداد شكاوي السيدات تحديدا ويعني الاناث بشكل عام في فصل الربيع والصيف من انه بالفعل يعني بصيروا بحسوا انه في عدم توحيد للون البشره او مشاكل اخرى بتصبغ البشره. بالضبط. فبدايه نحكي عن اهم هالتصبغات اللي ممكن تصير. هلا اكثر يعني مشكله ممكن تواجه البشره احنا حكينا اللي هي التصبغات، اللي هي عباره عن زي طبع زي كلف زي نمش، يعني الكلف والنمش. وبرضه بنقدر كمان نصنف اثار الحبوب مشكله من هاي المشاكل، اثار حب الشباب. بالضبط، برضه بنقدر نصنفها. المهم انه هو زي ما حكينا الكلف النمش اللي هو سببه زياده بافراز الميلانين بمناطق معينه بالبشره. اوكي، زياده افراز الميلانين هاي بده يكون لها اسباب رئيسيه. اول سبب من هاي الاسباب اللي هو التعرض للشمس طبعا. من غير ما نحط اي وقايه من وقايه الشمس. اوكي، هي اول شيء. ثاني شيء ممكن يكون تغيرات هرمونيه، بس السبب الرئيسي واكثر سبب بيواجه الناس اللي هو التعرض للشمس بدون ما نحط واقي الشمس. بالتاكيد مع انه قديش الشمس لها فوائد ايجابيه، لكن يعني بس تحديدا بفصل الربيع بيعمل فرط بافراز الميلانين. يعني هلا احنا لما نطلع على الشمس من غير ما نحط واقي الشمس، البشره بتصير تدافع عن حالها، كيف بتصير تفرز ميلانين بطريقه عشوائيه. فبصير في عنا بقع وطبع على سطح البشرة. مع أنه قدي كمان يعني مرات كتير منحس أنه الواقي مهم لطول فترة السنة، يعني طبعا حتى بفصل الشتاء من الإضاءة كتير، بس المشكلة أنه بالصيف بتزيد شوي طبعاً. يعني عنا في أنواع بشرة بتتأثر أكثر من أنواع تانية. طبعا البشرة الجافة، البشرة الجافة بسبب تراكم الخلايا الميتة عليها، فهذا بيعمل زي يعني مع تراكم الخلايا الميتة ببين عنا بوضوح أكثر الطبع. نعم. عرفتي كيف؟ طب بالنسبة للون، لون البشرة له علاقة برضه لون البشرة. شوفي البشرة الغامقة برضه ببين عليها أكثر. أكثر أكثر من الفاتحة. بالضبط، البشرة الغامقة ببين عليها. على العموم هلا كمان معنا سلايدات خلينا نشوفها، ما بعرف أنت مفرجتينا كيف طبقات البشرة ممكن تتأثر. فهلا كمان بنعرضهم. هلا هاي هي البشرة الطبيعية. أوكي. البشرة الطبيعية شايفة هاي الدوائر البنية اللي تحت، هاي هي الميلانينوسايت، هاي هي خلايا الميلانين. أوكي، هاي بالوضع الطبيعي هيك بيكون شكلها، بس بالصورة الثانية بنقدر نشوف لما بتتأثر. أيوة بالضبط، شايفة كيف هدول الأسهم اللي نازلين لتحت، هدول اليو في اي اللي لونهم أخضر والأحمر. اليو في اي واليو في بي هدول أشعة الشمس الفوق بنفسجية. أيوة، اليو في اي واليو في بي لما تتعرض لهم البشرة من غير ما تحط الحماية من الشمس بتصير تفرز ميلانين بطريقة عشوائية عشان تدافع عن حالها. فبتطلع عنا التصبغات والبقع بهاي الطريقة. صح. قبل ما نحكي عن العلاج والماسكات الطبيعية اللي ممكن كمان تخفف من هالآثار، بس كتير منشوف الواقي يعني من الشمس. بتلاقي مرات بالسوبر ماركتات بالصيدليات في شغلات بيقولوا لك انها طبيه، في شغلات تجميليه بحته. ودائما يعني الملفت الاس بي اف اللي هو قد ايه عامل الوقايه. بالزبط. واللي بتراوح من 2 او 5 ل 100. هل بتفرق؟ هلا هي يعني طبعا مين بتفرق، مين انسب شيء الواحد يشتري؟ هلا انسب شيء بين ال 25 وال 50، فوق ال 50 كله هذا ما تجاري. يعني بالضبط بصير تجاري. نعم. مو حقيقي يعني اكثر شيء ال 50. طبعا الحمايه هي وحده، يعني 25 30 40 50 كلها هاي حمايه 100% بتحميكي من الشمس. نعم. بس بياثر على مده لسه بدي اقول لك قد ايه مره يعني مثلا 25 بحميكي 4 ساعات. اوكي اوكي، يعني 100% بحميكي 4 ساعات. نعم. ال 50 اس بي اف بحميكي يعني اكثر شوي تقريبا 8 ساعات. ال 50 اس بي اف اكثر الطلاب الجامعات اللي هيك هم اللي بيحتاجوه. صح. اما احنا مثلا بحياتنا اليوميه بنطلع مشوار بسيط هيك يعني بنقدر نحكي 25 اس بي اف. بالضبط، بس كل 4 ساعات مثلا الواحد بده ممكن اذا حابه تجددي كل 4 ساعات ما في مشكله. وعاده لما الواحد بحطه يعني لازم تكون على بشره نظيفه بعد ما تنظفي بشرتك 100%. طبعا اهم شيء عشان احنا كمان نحمي حالنا من انه يصير في عندنا الديسكلريشن او البقع، لازم بشرتنا دائما تكون نظيفه بمواد خاليه من العطور، لانه زي ما حكينا انه المواد اللي فيها عطور برضه ممكن تزيد من التبقعات على سطح البشره. صح. اوكي، بعد التنظيف بنحط الكريمات اللي فيها الترطيب، واخر شيء الصن بلوك. طيب. اخر شيء قبل الميك اب الصن بلوك. يعني الوقايه مبدئيا هي من خلال الصن بلوك. أيوة من خلال واقي الشمس. اليوم انت محضرتي لنا مجموعه من الماسكات، في شيء من هالماسكات ممكن انه يقي
من او يحمي من البقع، ممكن يعطي نضاره للوجه، يخفف من البقع. طبعا احنا لازم يعني ناكد انه مشكله البقع مش مشكله، يعني مش مشكله ممكن تروح بكل سهوله، يعني بدها شوي طوله بال، بدها طوله بال. بالضبط. طب ايش طرق العلاج الموجوده؟ هلا اكثر شيء ممكن لازم نركز عليه، بما انه احنا حكينا زي ما قبل شوي تفرجنا الطبع كيف موجود على سطح البشره، فنبين يعني اهم طريقه للعلاج اللي هي التقشير. تقشير هاي البقع عشان نسمح للخلايا الجديدة تطلع، تتجدد من غير ما يكون فيها بقع. وطبعا أهم شيء اللي هو زي ما حكينا الصن بلوك، نعم، عشان ما تزيد عنا هاي البقع، عشان ما يطلع عنا كمان بقع جديدة. صح. بس هاي البقع إذا كانت سطحية، في مرات البقع بتكون ديب، يعني غميقة، تستعملي شوي مواد أو كريمات موجودة بالسوق، أنواع من المصل والسيرم بتعمل على التقشير الداخلي. داخلي في مواد تقشير يعني متعددة المستويات. عرفتي، في مواد بتقشر من جوا. نعم. طب خلينا نحكي هلا على الشغلات البسيطه اللي ممكن احنا نعملها داخل البيوت. اللي هي التقشير البسيط داخل البيوت. هلا انا ايش المواد المستخدمه؟ عامله اكثر من شغله كثير بسيطه. اول شيء في عندنا هذا الماسك اللي هو عباره عن معلقه عسل، أوكي، ومعلقه صغيره خل ومعلقه صغيره ملح، بنخلطهم كثير منيح مع بعض، بنفردهم على البشره. عسل، معلقه صغيره خل ومعلقه ملح، اللي هو اي واحد؟ اللي هو هذا. هذا، ايوه هذا. اكيد مش يعني مش راح يبين كثير على الكاميرا، بس معلقه عسل، معلقه صغيره خل ومعلقه صغيره ملح، معلقه صغيره ملح، على البشره. وهذا وهذا بيقشره هذا فعلا. هيو لزج، اوكي، هذا بيساعد في التخفيف. ايوه بخفف، بيعطي نضاره كثير عاليه للبشره. نضاره، حلو وسهل كثير يعني، المواد كلها متوفره يعني. طيب الثاني، الثاني برضه فيه عسل، اوكي، معلقه عسل. العسل هالقد مفيد للبشره؟ العسل كثير مفيد، حتى تناوله بشكل يعني بشكل طبعاً عادي. طبعا نعم طبعا. زي ما حكينا، معلقه عسل مع معلقه كبيره شوفان، ومعلقه زيت السمسم ومعلقه زيت اللوز، هدول موجودين عند العطار برضه. زيت السمسم يعني موجودين يعني وين ما كان. وكمان هذا بتحطيه الصبح قبل ما تنامي؟ ايوه برضه ربع ساعه الصبح ممكن، او قبل النوم ما في مشكله. أوكي. مره بالاسبوع. والثالث شكله ملكي اكثر. الثالث ملكي كثير سائل. أوكي. اللي هو بنقدر نحكي 50 ملل حليب، اوكي، مع معلقه نشا كبيره ونص معلقه خميره. هدول كلهم بخففوا من اثار أيوة البقع. ايوه بالضبط، بخففوا وبيعطوا نضاره كثير عاليه للبشره. في هاي الاشياء عاده يعني الست لما بتبلش تحطهم، هي مشكلتنا دائما بالصبر، انه ما متأنة كثير. أيوة. او ما منواظب، ما هي المشكله، النتيجه هي بدها وقت. بالضبط، وقت. هدول ماسكات مره بالاسبوع، غير العنايه اليوميه اللي هي زي ما حكينا التنظيف. ممكن نستعمل احنا زي ما حكينا المرات الماضيه انه في انواع تونيك موجوده بالسوق فيها مواد تقشير لطيفه. نعم. مثل السلسلك اسيد، ممكن برضه تعمل عمليه تقشير يوميه بسيطه للبشره، غير الترطيب. نعم. لازم نرطب البشرة ونصلح حاجز الرطوبة فيها، والحماية من الشمس طبعا زي ما حكينا أهم شيء. هاي أهم شيء. هاي بالنسبة لطبعا شغلات كتير بسيطة بنعمل فيها تقشير داخل منزل، لكن هلا صرنا كمان نسمع بالتقشير الكريستالي، التقشير الكيميائي، الكيميكال بيلينج، كريستال بيلينج. برضو تنصحي بهاي الأشياء؟ برضو هاي الأشياء ممكن أنها تفيد، بس أنا بنصح أكثر بالعناية اليومية بالبشرة. إذا أنت كل يوم بتنظفي بشرتك، بتقيم الخلايا الميتة عنها، بترطبيها بشكل دائم، فأنت ما بتكوني بحاجة كتير ل هاي التقشيرات اللي ممكن. نعم. تعمليها برا. بس هاي مثلا ممكن مفيدة فعلا، مفيدة بالاثار الديب العميقه. شيء اكيد، شيء اكيد حتخفف. وبتنصحي فيها هاي اكثر يمكن بفصل الشتاء، لانه بعدين يمكن البشره. أيوة. كثير تتاثر، لانه فصل الصيف اذا قشرنا وقمنا طبقه كثير كبيره، بتعرفي الكريستال بيلينج بيقيم طبقه كثير كبيره عن سطح البشره، فاذا بالصيف عملتي هاي العمليه. صح. لما تطلع على الشمس بشرتك رح كثير تصير سنسيتيف. طبعا عرفتي كيف؟ فرح تتاثر الشمس. يعني ما بنقدر نحكي عن موضوع البشره بدون ما نتطرق للاغذيه اللي بتعطي نضاره. طبعًا. وما بعرف اذا في اغذيه كمان بتساهم في التخفيف من اثار البقع. طبعا ممكن نحكي الاغذيه اللي هي فيها فيتامين اي زي الجزر. الجزر، اوكي. برضه في عندنا اغذيه اللي فيها فيتامين اي. هلا هدول ايش بقى؟ النضاره اكيد، بس كمان بيساهموا في التخفيف من البقع. طبعا فيتامين اي كثير ممتاز، لما يعني تتناولي اشياء فيها فيتامين اي. فيتامين اي برضه موجود بالمكسرات، الكل طبعًا. بيعرف طبعا اللي هو مثل البندق واللوز. صح. ممكن يكون موجود بانواع من الفواكه والخضار. مزبوط. فيتامين بي موجود بالشمام برضه. هدول هلا بصير الصيف بصير ناكل شمام بالتاكيد. وبالنسبه للبطيخ بفيد البشره ولا ترطيب بس؟ ترطيب لانه فيه مي. بالضبط، ما انه حكينا عن المي، وكل مره بنعيد قد ايه مهم نشرب مي. المي بالصيف بتشعري انه الواحد لازم يزيد طبعا، لانه بصير في تعرق، فبتصير حاجه المي اكثر، يعني بصير الحاجه للمي اكثر. قد ايه المنصوح فيه وللسيدات او للناس اللي ما بيقدروا يشربوا مي هيك لحالها؟ في طرق معينه نزيد عليها؟ ممكن نشرب عصير، ممكن نشرب اشياء يعني انه تخلينا نتقبل انه
نشرب السوائل اكثر. نعم بالضبط. شو في عندك نصائح ثانيه موجهه اليوم للستات؟ زي ما حكينا بنرجع بناكد مره ثانيه، هاي المعلومه هاي اهم شيء اللي هو التنظيف بشكل دائم للبشره بمواد خاليه من العطور. ممكن نحكي استعمال التونيك اليومي مع مواد مقشره وترطيب كثير عالي وحمايه من الشمس. حمايه من الشمس. للاطفال بتنصحي باستخدام السان بلوك من اعمار طبعاً صغيره؟ طبعا. هلا اذا خصوصا كان في مثلا بدك تروحي رحله على المسبح، رحله مسبح شيء زي هيك، لازم السان بلوك، لانه الاطفال زينا زيهم بتاثروا. صح. للاشخاص اللي يعني مش فقط بصير عندهم بقع، يمكن حتى بصير درجه من درجات الحروق بسبب التعرض للشمس. عادة يعني في مثلا واقيات يعني مختلفة لإنهم لبشرتهم الحساسة؟ في أنواع واقيات ممكن تكون تحتوي على مواد ممكن توحد لون البشرة، تفتح لون البشرة، تساعد على تفتيت البقع الموجودة على سطح البشرة. يعني مش بس يكون سان بلوك لحاله، ممكن يكون معاه مواد إنها تساعد على توحيد لون البشرة. صح. وبنفس الوقت في مواد ممكن تكون فيها عاكسات بصرية عشان تعطي، يعني غير إنها بتعالج وغير إنه إحنا بنحمي من الشمس، ممكن كمان تعطينا إضاءة بنفس الوقت. نعم. بالنسبة للماسكات اللي لها علاقة مثلا من الفراولة أو التفاح، يعني فواكه معينة إذا عملت على البشرة يعني بتنصحي فيها؟ برضه الفواكه كتير مفيدة بكل حالاتها، سواء عملت ماسكات أو سوائل. عادة إيش بنضيف لها؟ هلأ ممكن إحنا نضيف لها الحليب. الحليب كتير ممتاز. النشا. نعم. النمش تحديدا، وهذا كمان شكوى بتتكرر من كثير من الاشخاص يعني حتى الرجال، انه النمش بيزيد كثير وبيكبر كانه بفصل الصيف. بالضبط، لانه برضه التعرض لاشعه الشمس زي ما حكينا قبل شوي، زياده بافراز الميلانين بزيد، بس النمش دائما بنقدر نحكي انه هو وراثي اكثر من الكلف. نعم. يعني الكلف مكتسب، ممكن بصير معنا من الشمس من التغيرات الهرمونيه، بس النمش عندنا اياه. في كريمات ممكن تخفف منه؟ طبعا في كريمات ممكن تخفف، بس النمش صعب انه يروح نهائيا. نعم. يعني من الاشياء خصوصا اذا كان وراثي صعب جدا انه يروح. صح. يعني ممكن يخف بس انه يروح صعب كثير. الشفايف هلا كمان عم بيجي سؤال، ممكن الواحد كمان يحط لهم واقي؟ طبعا. حتى هلا في انواع لبستك بالسوق فيها الصن بلوك. يعني احسن كل شيء احنا بنحميه من الشمس بنكون يعني حمينا حالنا من كثير مشاكل. وبما انه حكيتي عن انواع الليبستكس كمان، الميك اب تحديدا كريم الاساس احيانا كريم الاساس بيكون في كل مكان في سان بلوك كل مكان احسن، وحتى كريم الاساس والباودر المكونات اللي فيها زي ثاني اكسيد التيتانيوم برضه هاي مواد بتعمل على انه تحمينا من الشمس. نعم. في اثار جانبيه من استخدام مواد التجميل اذا خلصت صلاحيتها؟ يعني في مثلا ستات ما كثير بيستخدموا البرودكتس التجميليه، فممكن يضل عندها فتره كثير طويله. وبننسى انه لهم مده صلاحيه كمان احيانا. هلا ممكن هي تندل الست نفسها على المنتج نفسه كيف مده صلاحيته، انه بتطلع خلف العلبه في صوره علبه مفتوحه وجواها رقم. هذا الرقم بدل على انه كم شهر، مثلا اذا كان رقم 24 يعني 24 بتبلش شهر. الصلاحيه بعد 24 شهر من بس عاده استعمالها. شو الافرج، شو المعدل؟ 24 بين 12 و24. وبعد هيك حتى بعد لو هيك مش مستخدم لازم لو اول ما تنفتح العلبه، اذا طول ما هي مسكره بتقعد سنين ما في مشكله. أوكي. بس بمجرد ما فتحتها هو اصلا بيكون في صوره علبه مفتوحه. نعم. ببلش العدد مثلا 24 من 12 شهر. نعم. يعني زي هيك. طبعا الا منطقه العيون، اي كريم بتعلق منطقه العيون بس 6 شهور صلاحيته بيكون اكثر حساسيه. بيكون اكثر حساسيه بالضبط، لانه منطقه العين كثير حساسه. نعم. الماسكات هاي لما بنعملها بنقدر نعمل بكميات كبيره وتحفظيها بالثلاجه؟ لا انا بفضل، شايفه كيف انا جبتهم كميات قليله، بفضل انه بنفس الوقت احسن عشان تكون فريش. نعم. طب وكلمه اخيره منك لمشاهداتنا اليوم؟ انه هلا الصيف جاي، لازم نحمي حالنا وندير بالنا، يعني زي ما حكينا اهم شيء الحمايه من الشمس. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك هالة النوري، شرفتينا في برنامج يوم جديد. ومشاهدينا فاصل ان شاء الله، من بعده رح نستكمل واياكم الفقرات، خليكم معنا. يا عسل يا الكل.